السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الكلمة لك. تحدث محافظ العاصمة المؤقتة عدن الأستاذ عبد العزيز المفلحي بمنطق رجل الدولة الذي يطمح ويعمل من أجل إعادة بناء الدولة التي دمرتها الحرب، يكافح ويحارب الفساد الذي التهم مؤسساتها وأحالها إلى خراب معنوي وحسي بلا روح وبلا فاعلية سوى زيادة أرصدة الفسد وتمكينه من ابتلاع وتعميق سيطرتهم وتعزيز الفوضى لإعاقة مسار البناء والتحرير. كشف المفلحي عن رغبة قوى ما زالت تعمل لصالح الانقلاب أو تنخرط في مخططاته من حيث لا تدري، من أجل إحالة عدن إلى مربع النسيان والعشوائية والفساد والميليشيا. وأمام هذه الحقائق المرة التي أوردها محافظ عدن، ما واجب الشرعية والتحالف في مساندة ومؤازرة محافظ عدن في سبيل جعلها عاصمة تليق باليمن أرضا وإنسانا؟ وما أهمية تعزيز ثقافة الشفافية وروح المسؤولية في التعاطي مع القضايا الوطنية في سبيل البناء والتنمية؟ وما ضرورة التعامل بجدية تجاه من يضمر لعدن وللوطن عموما الفوضى والإرهاب وخدمة أجندات الانقلاب؟ محافظ عدن وضرورة مؤازرته في سبيل بناء مؤسسات الدولة موضوعنا لهذه الحلقة، والذي نسلط فيه الضوء على ما تحدث به محافظ عدن، وقد تحدث في قضايا مختلفة عن قضايا الفساد وعن الأجندات التي تحاول إعاقة بناء الدولة وإعادة الإعمار، وعن أولئك الفاسدين الذين لا زالوا يتمسكون بالسيطرة على بعض مؤسسات الدولة في عدن وإعاقة عملية التنمية والبناء في سبيل أيضا تحرير الوطن ودحر الانقلاب، الذي يعني إعاقة عمليات البناء في سبيل أيضا خدمة الانقلاب وإعاقة مساعي اليمنيين في دحر الانقلاب واستعادة الدولة. موضوعنا لهذه الحلقة، نستقبل مشاركاتكم وآرائكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أو على صفحتنا في الفيسبوك الكلمة لك، أو على هاشتاج الكلمة لك. معي اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ محمد. أهلا وسهلا بك نبيل الفقيه. نبيل الفقيه، ماذا تقرأ في ما تحدث عنه محافظ عدن الأستاذ عبد العزيز المفلحي عن ما تتعرض له عدن والوطن عموما من رغبات أيضا لجعل عدن مرتعا أو مستنقعا للفوضى والفساد والميليشيا وغيرها؟ قراءتي هي قراءة جميع المتابعين وقراءة العامة من الناس وقراءة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشادوا بهذا الخطاب القوي، وهذا يعكس مدى شوق هذه الجماهير ومدى شوق الناس لرجل قوي يشخص المشكلة ويبدأ يعمل بقوة الدولة وقوة القانون. هذا ما لاحظناه مع كثير من سواء المحللين السياسيين اليمنيين المهتمين بالشأن اليمني أو العامة أو المثقفين في كل طبقاتهم. وجدنا المحللين السياسيين، وجدنا العامة، وجدنا المثقفين أشادوا بمختلف تنوعاتهم على هذا الخطاب القوي الذي يتعطش له الجماهير بأن يكون هناك رجل قوي. الرجل تكلم بكل صراحة، شخص المشكلة، أراد أن يكون القانون والدستور والدولة هي الكيان الأول، وما بعده تفاصيل من أحزاب وكيانات أخرى تكون تحت ظل الدولة. في مصلحة من يتم تعطيل القانون والدستور وأيضا تعطيل مهام السلطة المحلية في محافظة عدن في سبيل تطبيع الحياة وإعادة الإعمار؟ دائما ما تكون ضعف الدولة أو انهيارها أو عدم استطاعة الدولة أن تعطي أن تكون على الأرض، دائما بمصلحة أصحاب المشاريع الصغيرة، سواء مشاريع السلالية ما حدث في جنوب الانقلاب أو المشاريع الصغيرة سواء
نهرة منافسية أو نهرة ديكتاتورية كما فعل صالح، أو نهرة منافسية كما يفعل بعض فصائل الحراك على الواقع على الأرض. لا نحن لا نريد أن نرمي التهم على الآخرين في خارج اليمن من دول أو أخرى، نريد أن نشخص المشكلة. نحن اليمنيين نستطيع أن نصنع الدولة، عندما تكون كيان خارج الدولة هذا هو الشرك في الدولة، أن تكون كيان خارج نطاق الدولة وتعمل بمقايضة الدولة ومهاجمة الدولة. أكيد إذا نظرنا إلى الغرب، متى وصلت الديمقراطية إليهم ومتى ساقوا؟ عندما وجدت القوة وقطعت الطريق أمام أصحاب مشاريع صغيرة، أمام من يريد الانقلاب على الحكم، أمام من يريد أن يصل إلى الحكم بطرق غير مشروعية. حتى استيأسوا جميعا ووصلوا إلى مرحلة الدولة والكل يؤمن، فإذا ما حدث اعتراض أو شيء أقاموا انتخابات والكل يشارك فيها. ما حصل سواء على ماذا يدل نبيل؟ نعم، على ماذا يدل احتفاء اليمنيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بكلمة المحافظ المفلحي وشفافيته وجرأته في بعض القضايا التي تحدث بها؟ على ماذا يدل هذا الاحتفاء؟ يدل الاحتفاء لشوق اليمنيين للدولة، لشوق اليمنيين للرجل القوي الذي يحتمي تحت ستار القانون. لا تعبوا من ميليشيات جربناها وما حدث في اليمن، جربنا الحراك سواء الانفصالي أو غيره، عندما أراد أن يحتل الساحة، عندما أراد أن يكون يظهر على المشهد، جربنا علي عبد الله صالح 33 عاما في دولة كانت فردية، لم يوجد لدينا دولة من بعد سواء الثورة إلا في أيام الحمدي أو أيام طفيفة القاضي الإرياني و غيره، يعني كانت طفيفة. لم يجربوا الدولة، كل ما جربوه هو أشخاص ونفوذ ومناطقية ومحسوبية وغيرها. عندما وجد سواء الرئيس عبد الرب مصر عندما كان يتكلم بقوة الدولة وقوة الدستور سواء في مؤتمر الحوار أو غيره، الناس لهفوا وراء ذلك بكل مكوناتهم. لدينا في اليمن مكونات وأحزاب سياسية ولدينا منظمات مجتمع مدني، نريد أن تعمل كلها خارج، أن تعمل كلها داخل إطار الدولة، والدولة لها كيانها وكلنا نقدس الدولة وما تحته، يعني الدولة فوق الجميع والدستور فوق الجميع. نعم. هنا سنصل إلى حل نحطم دماء اليمنيين الذين هم الآن، وهذا ما يطمح له اليمنيون. إذا ما تم مؤازرة ومساندة محافظ عدن فيما يرنو إليه في خططه المستقبلية في سبيل بناء مدينة تليق بعاصمة مؤقتة لليمنيين، لكل اليمنيين، إذا ما تم مؤازرته كيف ستكون عدن في المستقبل؟ إذا تقصد بسؤالك إذا تم مؤازرته، أنا أعتقد أننا سنخرج إلى مدينة نظيفة، مدينة تحمل هوية القانون، مدينة عدن الذي يحلم بها اليمنيين، والمدينة البريئة من بين المدن اليمنية بأكملها. إذا ما جعل الرجل يشتغل ويعمل سواء بخطته أو وفق يكفي أنه يعمل وفق الدولة، الرجل لم يستلم المحافظة منذ أن دخل المحافظة وما زال عند شلة عيدروس وغيرهم من الذين يريدون أن يعملوا كيان فوق كيان الدولة، وإذا ما سرت له المجال فأنا أعتقد أن الرجل سينجح وستكون نموذج للمناطق المحررة. هل تعتقد أن هناك عراقيل وإعاقة حقيقية تحاول عرقلة ما يمكن ما للمحافظ المفلح أن يقوم به في صالح عدن وصالح الوطن؟ نعم، هناك عرقلة واضحة من الذين استفادوا من الحرق والذين يتغنون على نغمة الانفصال والجنوب، وهم بذلك يبتزون الداخل والخارج من أجل ابتزاز مصالح شخصية، فهؤلاء سيتضررون كما تضرر من قاموا الدولة رأسا على عقب وانقلبوا على مؤتمر الحوار الوطني، هؤلاء كلهم متضررون. أخي نحن ندعو اليمن واليمنيين والشرعية أن تثبت على الأرض، ندعو دول التحالف راجعوا ماذا أعلنتم أنكم تريدون الشرعية في اليمن، والشرعية هي لنا ولكم أمام في الوطن، تكوين كيانات خارج الدولة مثل دعم عيدروس أو بن بريك أو فلان أو فلان من الناس، هذا سيضر بنا وبكم. يكفي أننا تغافلنا وكنا في صراعات ودخل الحوثي على حين غفلة وبدعم من علي عبد الله صالح وغيره،
حتى استولوا على البلد. اليمن هي الآن المعركة تطهير اليمن من يد إيران. لا نجعل يد إيران تتغلغل ونحن نعتمد على تقارير مغلوطة من الداخل على التحالف وعلى الشرعية أن يثبتوا على الأرض وتكون عدن نموذجا وتكون مأرب نموذجا وتكون حضرموت نماذج كثيرة لدينا على الأرض مقومات الدولة. لكن كيف يمكن لأن تكون كيف يمكن أن نصنع من عدن ومأرب وشبوة وحضرموت ووتعز وغيرها نماذج يمكننا من خلالها الإسراع في عجلة أو عملية التحرير واستعادة صنعاء عاصمة اليمن التاريخية والسياسية؟ أولا الأمن قبل كل شيء في كل المحافظات المحررة. بعد الأمن كل شيء سيثبت وستكون الأمور على ما يدرون. الأمن إعادة مباني الدولة والعمل وفق وقصد والعمل في كل مرافق الدولة بروح المسؤولية والرقابة وقوة القانون تحضر هذه المناطق. نعم. وفوق كل هذا الأمن عندما يستتب هنا تبدأ الأمور وتبدأ عجلة البناء والتنمية. أشكرك. نعم. نعم. أشكرك نبيل الفقيه، شكرا جزيلا لك نبيل على مشاركتك القيمة عن حديث محافظ عدن الهام الذي وصف أيضا بأنه حديث تاريخي مليء بالشفافية والمسؤولية وروح المسؤولية الوطنية. معي عوض كعدل، مرحبا بك يا عوض. حياك الله، كيف حالك يا أستاذ محمد؟ يبدو أنك أيضا تابعت ما أورده المحافظ محافظ عدن الأستاذ عبد العزيز المفلحي عن ضرورة تطهير مؤسسات الدولة من الفساد، عن أهمية جعل عدن نموذجا مشرقا وعاصمة تليق بكل اليمنيين، وعن وقضايا أخرى تحدث بها عن وخطورة الحروب الداخلية وأيضا الحرب الأهلية، وأيضا يقول أنه لن تكون الهزيمة لوحدنا حينما يكون هناك أي احتراب داخلي، وأيضا يطالب بمفهوم الشراكة الحقيقية المبنية على أسس من الشفافية والشجاعة وأيضا الطرح، ويقول أنه يجب عدم الاعتماد على الوشاه وضعاف النفوس والباحثين عن المصالح الذاتية والخاصة. تحدث كثيرا عن قضايا كثيرة، ما الذي لفت انتباهك فيما تحدث به محافظ عدن الأستاذ عبد العزيز المفلحي؟ أولا أحييك يا أستاذ محمد وأحيي كل العاملين في قناة الثورتي والثوار. حياك الله. الذي لفت انتباهي يا أستاذ محمد أن الرجل خارج السيطرة على محافظة عدن بالكامل على ما أعتقد، إذا كانت توقعاتي صحيحة. والدليل على ذلك يا أستاذ محمد أنه في يعني تعني أنه عدن خارج سيطرة السلطة الشرعية أو السلطة المحلية؟ نعم نعم، خارج السلطة التنفيذية والشرعية، هو شكليا فقط لا أقل. هناك عراقيل لا حصر لها أستاذ محمد في طريق هذا الرجل. نعم. أولا إذا رجعنا إلى الوراء قليلا يا أستاذ محمد أنه في حالة تغيير أو إقالة قائد لواء أو محافظ أو أي وزير أو منصب داخل الدولة، فإنها يتم عقد جلسة مراسيم لانتقال السلطة من السلف إلى الخلف. الخلف نعم، وهو ما لم يحدث ما بين عبد العزيز المفلحي وعيدروس الزبيدي. نعم نعم، وهذا لم يحصل، أي أن عيدروس الزبيدي قد تمرد على السلطة الشرعية، وعندما تم إقالته لم يسلم أصل المحافظة للمحافظ الجديد، وكانت الصورة واضحة جدا. الرجل راح إلى أبعد من ذلك يا أستاذ محمد. ماذا يعني أن تبقى يعني قام بتشكيل ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو بهذه الطريقة ضرب عرض الحائط بالشرعية وبالرئيس عبد الرب منصور هادي وبالتحالف. يا أستاذ محمد، لازال المحافظة السابق عيدروس الزبيدي لازال في يومنا هذا يسيطر على مبنى المحافظة وعلى السكن الخاص بالمحافظ. نعم. يعني ماذا نريد أكثر من كذا؟ هذا يدل على أننا أن ما يجري في عدن هناك دولة داخل الدولة. الرجل اليوم الرجل تكلم في خطابة وقال أن هناك ما يحصل اليوم في عدن من سيطرة على الأراضي الحكومية
قد تجاوز ما عمله المخلوع عليه عبد الله صالح عندما اجتاح الجنوب في 94. هؤلاء فقط يتغنون بالانفصال وهم في نفس الوقت يسيطرون على جميع الاراضي لحسابهم الشخصي. الرجل مكتوب الايدي، الحزام الامني يا استاذ محمد نعم يعمل لحسابه، لا 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 علاقه له ولا مرجعيه له، لا للقوات المسلحه ولا الرئيس عبد الرب منصور هذه، ولا له اي مرجعيه اخرى. يستلم رواتب نهايه كل شهر بطريقه انتظاميه ومعروف من هي الدوله اللي تستلم رواتبه، ويستلم اوامره من تلك الدوله. انت ما احسن معك؟ نعم انا معك. حينما يعني نجد بكل هذه الشفافيه في الطرح والمسؤولية تجاه محافظ من قبل محافظ عدن عبد العزيز المفلحي، ما واجب الشرعية في سبيل مساندته ومؤازرته حتى تبدو عدن بالشكل المطلوب، بالشكل الذي يطمح إليها أبناؤها، الذي دافع عنها، الذي بذل شهداء عدن وكل الوطن أرواحهم في سبيل أن تبقى عدن عصية على الانحناء للانقلاب ولمشاريعهم الطائفية والتدميرية والفوضى؟ يا أستاذ محمد أنا أقول إن السلطة المحلية داخل عدن هي سلطة هشة بمعنى الكلمة. الرجل يعني يعمل بطريقة فردية دون أي تعاون من أي جهة أخرى، ظل هناك يتآمروا عليه جميع الجهات سواء عسكرية أو مدنية. عندما أصدر الرئيس عبد الرب منصور هادي، وأنا أقول لك أن هناك ضعف للدولة داخل عدن وغير عدن، عندما أصدر الرئيس عبد الرب منصور هادي قرار بإغارة وزير الدولة هاني بن بريك وتحويله وإحالته إلى التحرير، لم تتجرأ أي سلطة محلية داخل عدن بالقبض على هذا الرجل أو مجرد استدعاه. وهذا يدل على أن السلطة المحلية سلطة ضعيفة لا تستطيع أن تنفذ أي أوامر. إذن ما السبيل الوحيد حتى تستعيد الدولة سلطتها وتتمكن من السيطرة على كل مؤسسات الدولة في عدن وتجعل من عدن نموذجا مشرقا لكل مدن اليمن؟ يا أستاذ محمد أنا أقول لك في حادثة حصلت وهو السطو المسلح على إحدى البنوك في المنصورة. نعم البنك الأهلي. نعم وقتلوا مدير البنك، قالوا أنهم تموا القبض على ثلاثة وجابوهم وشفناهم وسووا كل شيء، لكن لم يحصل. يا اخي هؤلاء القتلة والمجرمين الموجودين في صنعاء الحوثيين المقلوع على عبد الله صالح، عندما قام احد الوحوش بخطف اقتصاد احدى البنات التي الطفله التي تجاوز عمرها 3 سنوات، بعد اسبوع تم اعدامها في ميدان التحرير. وهؤلاء انقلابيين يعني، ونحن الى حد الان هؤلاء القتله والمجرمين نستر عليهم، وهم والانقلابيون جديرون بان يحاكمهم اليمنيون لانهم مغتصبون للسلطه ايضا. نعم فكيف يكون هم نموذجا في العداله والشرعيه هي نموذج في الفوضى وفي القتل وفي النهب وفي الستر على المجرمين؟ كذلك تم السطو على احد محلات الذهب في الشيخ عثمان ولا احد يدري من اللي فعله، وبعدها صارت معارك طاحنه في الشيخ عثمان وتحرك الطائرات الاباتشي، يعني في فوضى عارمه داخل مدينه عدن، اختلط الحابل بالنابل. اذا امام هذه الفوضى عوض، وباختصار ما هو الحل امام محافظ محافظه عدن الاستاذ عبد العزيز المفلحي وايضا الحكومه الشرعيه والتحالف حتى تستعيد عدن عافيتها؟ اول خطوه يقوم بها الرئيس عبد الرب منصور هادي، انا اقول انه عليه ان يقوم بحل الحزام الامني. هذا الحزام الامني يعمل خارج نطاق الشرعيه. اذا اولا عمليه اختطافات الاليه يا استاذ محمد تحصل للمواطنين، هناك 18 سجن في المحافظات الجنوبيه. عمليه اختطاف لا احد يدري فين هؤلاء الناس. اذا حل الحزام الامني، ما هو الحل الثاني؟ حل الحزام الامني وتوزيعه على باقي القوات المسلحه. ماذا يعني عن ماذا عن الذين تجاوزوا او الذين ارتكبوا تجاوزات سواء عمليات اغتيال، قتل، فوضى، نهب، سطو كذلك؟ يعني هل من الضروري ان يقدموا هؤلاء المجرمين الى المحاكمه حتى يكونوا عبره لغيرهم؟ بدون شك يا استاذ محمد، يجب محاكمتهم محاكمه علنيه امام الشعب اليمني واصدار
الحكم القاضي أمام الشعب اليمني، نعم. الحكم العادل، وفي نفس الوقت حتى يعرف الشعب اليمني من وراء هؤلاء. الآن هؤلاء الذين قاموا بالسطو على أحد البنوك في المنصورة، هؤلاء يستترون عليهم لحد الآن. المفروض هذا يتحاكموا محاكمة علنية عبر جميع وسائل الإعلام، نعم، وخاصة وسائل الإعلام المحلية الفضائية، أيوة، القنوات، عبر القنوات الفضائية، لكي يرى الشعب اليمني أن هناك في أمن وفي أمان، وأن هذا سيكون ردع لمن سول له نفسه، وسوف يكون مصير كل من سول نفسه أن يفعل ذلك. نعم. لو تكرمت يا أستاذ محمد. نعم، باختصار شديد. تفعيل أقسام الشرطة داخل محافظة عدن، لا، وأيضا برضه تفعيل المحاكم، تفعيل القضاء، تفعيل المحاكم. هناك قضايا يعني معلقة إلى حد الآن، لا لم يتم تفعيل المحاكم، ولم يتم حل مشاكل المواطنين. نعم. في نفس الوقت يجب توصيل الماء، الكهرباء، الخدمات الصحية ضرورية للمواطنين وما شابه ذلك. نعم. وقبل هذا وبعد هذا أستاذ محمد، نعم، لو تكرمت كلمة أخيرة، تفضل. على 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 محافظ المحافظة عدن أن يذكر أسماء الأفراد أو، نعم، المؤسسات أو المنظمات الذي تعمل على عرقلة سير العملية الاقتصادية والسياسية داخل مدينة عدن، وأن يضرب بيد بالحديد بمساعدة الرئيس عبد الله منصور هادي والشرعية كل من سول له نفسه، نعم، عرقلت الحياة الاقتصادية وإعادتها إلى طبيعتها في عدن. أشكرك عوض كعدل، يعني رسائل كثيرة ومواضيع متعددة تحدثت عنها معي. مهند السلماني، مرحبا بك مهند. هلا وسهلا، هلا محمد، أخ محمد السلماني وليس السليماني. السلماني. مهند، تحدث محافظ عدن الأستاذ عبد العزيز المفلحي عن مواضيع كثيرة، وعن يعني برأيك يعني على ماذا يدل احتفاء اليمنيين بخطابه المسؤول الذي يعني كان مليء بالشفافية والمسؤولية وروح المسؤولية الوطنية تجاه عدن باعتباره المسؤول الأول عن محافظة عدن، على ماذا يدل هذا الاحتفاء؟ يا أخ محمد، عندما أتى قرار عبد الرب منصور بتعيين عبد العزيز المفلحي يعتبر قرار وطني، قرار وحدوي، لكن يعتبر هذا الشخص الرجل لنا ثقة فيه وثقنا فيه، وعندما عين عبد العزيز المفلحي يعتبره نصرا للشرعية ونصرا للجمهورية وانكسار لكل من خول في نفسه ضد الوحدة وضد الانقلاب، لكن هناك عراقيل وقفت أمامه، هناك دول أخرى وقفت ضد هذا القرار. إذن كيف يمكن للشرعية باعتبارها المسؤول الأول عن في سبيل تذليل الصعاب لهذا الرجل حتى يستطيع أن ينجز وعده بإعادة عدن إلى 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 مرحلة أو إلى الصدارة؟ نريد من الشرعية أول إعادة الكهرباء والماء للمحافظة، لكي أبناء عدن يطمئنوا، لكي أبناء عدن يقفوا لجانب هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الوطني. ثاني، نريد من الرئيس عبد الربيع حالة الحزام الأمني وتشكيل جيش وطني، ليس جيش انفصالي أو جيش من محافظة، جيش وطني يعتبر جيش حماية، جيش الحماية رئاسية، جيش من جميع المحافظات، لأنها تعتبر هي العاصمة، ليس عدن محافظة كما نقول قانون أخرى، إنما عدن تعتبر عاصمة الجمهورية اليمنية في وقت الحالي، يعتبر جيش وطني مشكل من جميع الفئات من جميع المحافظات لحماية عاصمتنا المؤقتة. نعم. لهذا يستطيع محافظ عدن أن يتقدم وأن يبني محافظته ويبني الجمهورية، لأنه يعتبر يمثل كرئيس الجمهورية للجمهورية الكل، ليس محافظ عدن بس، إنما عدن يعتبر كمصدر للتشريعات والقوانين المالية الاقتصادية للجمهورية للمناطق الشرعية. إذن هو تحدث عن لغة النظام، لغة القانون، وكيفية التعامل مع الذين يتجاوزون حدودهم، الذين يسعون في الأرض فسادا، الذين يحاولون أن يجمعوا ما بين السلطة والثروة، وأيضا الذين يسطون على عقارات ومؤسسات الدولة وعلى حتى الأملاك الخاصة.
يعني يا محمد نعم انت عارف انه هؤلاء الذين كانوا في مناصب بعد منصب الشرعيه نهبوا الاراضي اكثر ما نهب عفاش لما نزل احتلال لما نزل في حرب ابو حسين نهبوا الاراضي نهبوا البنوك نهبوا ثروات الناس بدعايه مجلس وطني مجلس انفصالي وهم ليس انفصال حلقة انما ازاله اجيالهم الشخصيه اذا كان عيدروس اشخاص ومقالات يقول انهم امتلك بخلال سنتين هذا ما لا يمتلكه اي شخص من اراضي ومن عقارات وغيره وغيره من اشخاص هل تمر هذه الحالات وهذا الفساد دون ان يكون هناك عقاب يليق بمن يتجاوز في استخدام السلطة لتحقيق مآربه الشخصية؟ لا نقدر نعاقب هؤلاء الأشخاص إلا عندما نكون هناك يد واحدة وجيش وطني واحد ليس جيش جنوبي أو كريمي أو جيش وطني مبني على الوطنية والوحدة عندما نكون جيش كريمي القليل ليس محمد الوقت الحالي عندما تعاد دولتنا تعاد حكومتنا يمكن نقول جيش وقليل نشكل قليل ألا نريد جيش وطني حماية الجمهورية كله حماية الجنوب والشمال ليس احنا وإنجاز عملية التحرير ودحر الانقلاب. أشكرك نعم مهند لم يعد لدي من الوقت لأن احنا سنذهب إلى فاصل. أشكرك مهند السلماني على ما تفضلت بالحديث به. إنجاز جيش وطني يعني ولاؤه الأول والأخير للوطن وليس للمنطقة ولا للمذهب ولا للحزب ولا لغيره ولا للفرد. ولاؤه للوطن حتى يمكن أن ننجز عبر سواعد هؤلاء الأبطال عملية استعادة الدولة وبناء اليمن المنشود اليمن الاتحادي. أشكركم مشاهدي الكرام. سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لمتابعة واستقبال آرائكم عن ضرورة مؤازرة ومساندة محافظ عدن في عملية إنجاز وجعل عدن عاصمة تليق بكل اليمنيين. ابقوا معنا. في باقة واحدة وبسعر مميز. اشترك الآن في باقة واتساب بلاس الشهرية وأرسل واحد إلى 99. هذه الباقة متوفرة لمشتركي الفوترة والدفع المسبق. واتساب بلاس بلا حدود. لمزيد من المعلومات أرسل واتساب بلاس إلى 211 مجانا. اليمن تجمعنا. سبافون أصالة وتواصل. حين يهاجمك الألم ستشعر بأنك مقيد مضطهد وعلى كرسي التعذيب. تخلص من كل الآلام وتناول فولتين المسكن الأسرع في القضاء على الألم.
مرحبا بكم من جديد مشاهدي الكرام في برنامج الكلمة، لكن نتحدث في هذه الحلقة عن ضرورة مؤازرة ومساندة محافظ عدن في استكمال عملية التحرير وإعادة تطبيع الحياة وبناء مؤسسات الدولة في محافظة عدن كي تكون عاصمة تليق باليمنيين أرضا وإنسانا. معي اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا أهلا وسهلا بك أستاذ سلطان العزي. سلطان، اطلعت ربما عن كلمة محافظ عدن الأستاذ عبد العزيز المفلحي عن حديثه عن الشراكة وعن الفساد وعن أيضا طبعا عن حديثه عن تعرضه لأربع عمليات أو محاولات اغتيال منذ تعيينه في منصبه، قال إنها فشلت. يعني لمصلحة من إجهاض أو يراد إجهاض مشروع عدن، مشروع إعادة بناء عدن وجعلها عاصمة تليق باليمنيين، عاصمة مؤقتة فيها الأمن والخدمات وأيضا القانون والنظام؟ تحياتي لك أخي محمد وأسرة القناة قناة سهيل، وتحياتي أيضا للسادة المشاهدين الكرام. تحياتنا لك. يا أستاذ، بالنسبة لمن المستفيد من زعزعة الأوضاع، من إفشال المحافظ، من عدم الاستقرار، عدم وصول الخدمات للمواطنين، هم أكيد بطبيعة الحال هم الانقلابيين. الانقلابيين هم المستفيدون الأول والأخير من أي فساد، من أي عدم استقرار، هم من أي فوضى، من أي نعم في كل مؤسسات الدولة. طبعا المحافظ المفلحي كما عودنا ودائما في خطاباته، سواء الخطاب الأول أو الخطاب الجديد، دائما إنسان منفتح، صادق، شفاف بكل ما تعنيه الكلمة، صادق في كلامه، يتعرض للداء مباشرة، لا يعرف اللف، لا يعرف الدوران، وكان صريحا واضحا في هذا الخطاب. المحافظ دخل عين في محافظة مشكونة بالأشباح، مشكونة بالميليشيات، مشكونة بالخارجين عن القانون، مشكونة بالخارجين عن الدستور وعن الشرعية. المحافظ إلى الآن تقريبا لم يدخل أو لم يستلم مبنى المحافظة في عدن. وهنا طبعا يتساءل الإنسان كيف يمكن أن يقوم بعمله بالشكل الأمثل بينما مقر المحافظة التي تتواجد فيها كافة الملفات الخدمية وأيضا كل المعلومات التي تتعلق بعدن لا زالت مختطفة، أو أنها لا زال ممنوع من الدخول إليها. لذلك علينا أن نسأل من هو المستفيد من منع المحافظ، واحد. الأمر الثاني، علينا أن نسأل هذه الجهة التي تمنع المحافظ من الدخول إلى مبنى المحافظة، من يدعمها؟ معناته أن هذه الميليشيات لا تتحرك مفردها في الساحة. عندما نريد أن تكون عدن هي عاصمة السلام، عاصمة المثقفين، عاصمة حرية الأديان، عاصمة، ولكن عندما نأتي إلى الواقع نرى أن ما يدور في الواقع غير ما نسمعه. المحافظ تعرض إلى الآن إلى أربع محاولات اغتيال. هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن هناك من يريد أن تبقى اليمن وتبقى عدن بالذات المحافظة البديلة لصنعاء في أزمات، في عدم استقرار، في فوضى، حتى لا تعود الشرعية إلى أرض اليمن. نعم. من يدعم هذا الكلام؟ ما في صغير ولا كبير في اليمن إلا هو يعلم من يدعم هذه الميليشيا. قال، يقول المحافظ المفلحي، قال إذا احتربنا فيما بيننا، ويقصد هنا بالقوى التي تحاول أن إشغال الشرعية عن صوبة، يعني عن معركتها تجاه الانقلاب، إلى إشغالها فيما بينها. قال نطلب، يعني إذا احترمنا فيما بيننا لن يكون المنتصر إلا العدو، ويشير هنا إلى تحالف الانقلاب الحوثي والمخلوع، ولن تكون الهزيمة لنا وحدنا، وهكذا. نعم. إذن كيف يمكن للشرعية والتحالف أن يمنحوا كل طرق وكل وسائل وأدوات المساندة والمؤازرة لهذا المحافظ بخطابه المسؤول، بالمسؤولية، بروح المسؤولية التي يحملها، حتى نجعل من عدن نموذجا مشرقا، حتى تبدو صنعاء أقرب إلينا، حتى قال أنه إذا ما تم بنا عدن بطريقة سليمة وفق النظام والقانون ستأتي صنعاء إلينا، أي سيتم تحريرها مباشرة. نعم أستاذ محمد، المحافظ المفلحي تحدث وحذر في الخطاب
أن أي هزيمة للتحالف في اليمن لن تكون هزيمة لليمنيين وحدهم، بل ستعم الفوضى في جميع الجزيرة العربية، لأن المشروع الإيراني إذا انتصر في اليمن فإنه لن يتوقف في صنعاء ولن يتوقف في صعدة ولن يتوقف في حقة، وإنما هو يريد مكة بالمفتوح. إيران تريد مكة، وعلينا أن نقف ضد هذا المشروع، ووقوفنا ضد هذا المشروع، وأن ننصر الشرعية ونعيد الشرعية، ونعمل بصدق لمحاربة الانقلابيين وعودة الشرعية إلى كل أرجاء الوطن اليمني. نعم. هذا هو المطلوب من التحالف، وهذا هو المطلوب من الشرعية. وما هو حتى نمنح المحافظ فرصة يعني هو يعني وجد فيها، حتى نمنحه الفرصة الكافية كي يحقق هذا الهدف؟ نمنحه يا أستاذ كما تحدث كثير من المتصلين قبلي بإيقاف هذه الميليشيات التي تخرج عن القانون، الحزام الأمني وغيره من الميليشيات التي تعبث في أمن عدن، سرقة بنك وسرقة أسواق ذهب، هذا كله يا أستاذي على الشرعية وعلى التحالف في الميدان أن يقفوا صفا واحدا لإعطاء المحافظ الفرصة الكافية لأداء عمله وإنجاح المهمة حتى تخرج اليمن من هذه الورطة الكبيرة التي أوقعنا فيها الإنقلابيين. أشكرك سلطان العزي على ما تفضلت بالحديث به. علينا أن نمنح المحافظ محافظ عدن الأستاذ عبد العزيز المفلحي فرصة لإحداث الفرق والتغيير وإعادة البناء والإعمار، وجعل عدن نموذجا مشرقا لكل اليمنيين. إذن علينا أن نستعرض بعضا من التعليقات التي وردتنا والتي رصدناها في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا التعليقات التي وردتنا على صفحتنا في الفيسبوك عن أبرز من تحدث. في أولا محافظ عدن واقتباس لجزء من خطابه، يقول الأستاذ عبد العزيز المفلحي، يقول لن نقبل بمن يفرض وصاية علينا بالمشاريع الجاهزة أيا كان شكلها ومضمونها، نقبل أن نتعامل بأفق واسع من الاحترام والاحترام المتبادل. الأستاذ عدنان العديني في الفيسبوك تحدث عن المحافظ وقال: شوق الناس إلى رجل الدولة كشوق العطشان وسط الصحراء إلى الماء، انظروا إلى تفاعل المجتمع مع خطاب محافظ عدن وسترون كم يراهن الناس على السياسة ومنطقها بعدما ذاقوا الويل من الذين نبتوا في خارجها ويعملون ضدها. وأيضا يضيف عدنان العديني ويقول: في السياسة حياة المجتمعات، لأنها تستدعي الحرية وترفض تقسيم الناس وإعادة فرزهم، وتضمن تعدد البرامج والأفكار وليس التعدد في المناطق والمذاهب وخوض الصراع باسمها، ومن أجله لن نحتفي بالقادة إلا بقدر احترامهم لمجتمعهم. وهذا مقياس لاحتفاء المجتمع اليمني بهذا القائد وبتصريحاته. فؤاد الحميري الشاعر والثائر المعروف الأستاذ فؤاد الحميري يقول: حاجتنا إلى مسؤول صادق أكثر منها إلى مسؤول خارق، هذا ما فهمته من ردود الأفعال على كلمة محافظ عدن الأستاذ عبد العزيز المفلحي. معاذ محمد قائد الحميدي في تعليق له على صفحتنا في الفيسبوك في الكلمة لك يقول: يجب على الجهات المعنية التكاتف والتعاون الجاد إلى إعادة إعمار عدن وإعادتها إلى رونقها الجميل بكل مصداقية وبكل معنى الكلمة. أما نبيل الفقيه وفي تعليق له على أيضا على صفحتنا يقول: تعاطف الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي مع الخطاب القوي لمحافظ عدن دليل تعطشها للقيادة الجريئة والقوية. أما الخطاب الروحاني هو في تغريدة له على تويتر يقول: خبر هذا الأسبوع التحليل والمعلومة والقصة باختصار تجسدت في كلمة محافظ عدن التاريخية. أما الدكتور عبد القادر الجنيد المختطف المحرر يقول: يجب دعم عبد العزيز المفلحي محافظ عدن، فهو يمثل الشرعية كما يجب أن تكون، الاعتماد على الداخل، الدولة المدنية، الدولة الاتحادية. وبهذا يختصر أهمية مؤازرة ومساندة الأستاذ عبد العزيز المفلحي. لدينا اتصال، السلام عليكم. إذن لم يعد لدينا من الوقت الكافي
كي نستقبل المزيد من الاتصالات. باختصار المفلحي يقول أن هناك مخططات كثيرة كانت تعد لإشعال الاحتراب في عدن وكلها فشلت إلى حد الآن، وقال إذا احتربنا فيما بيننا لن يكون المنتصر إلا العدو ولن تكون الهزيمة لنا وحدنا. وأيضا عبر محافظ عدن عن رضا بالعلاقة القائمة حاليا بين الحكومة والتحالف، وقال نطلب مفهوم الشراكة الحقيقية المبنية على أسس من الشفافية والشجاعة في الطرح فيما بيننا وبين إخواننا في التحالف. وقال يجب عدم الاعتماد على الوشاة وضعاف النفوس والباحثين عن المصالح الذاتية والخاصة. وأيضا عبر عن استيائه من عمليات التصنيف والاتهامات التي توزع على الناس جزافا، وقال محافظ عدن أنه غير قادر على استلام مبنى ديوان المحافظة وسكن المحافظ والتي تسيطر عليها مجاميع مسلحة تابعة للمحافظ المقال عيدروس الزبيدي، وتحدث عن أن قيادة عدن السابقة واتهمها أيضا بالفساد والتهم مبالغ كبيرة وطائلة وصفها التي قد قدمت كدعم من الحكومة لتحسين مشاريع الخدمات والبنية التحتية والتي لم يكن لها أثر على أرض الواقع. حديث المحافظ المفلحي هو حديث مسؤول ذو شفافية وجرأة عالية، والناس يثقون في هذا الخطاب الذي يحمل روح المسؤولية في إعادة البناء والتنمية والإعمار وتطبيع الحياة وقيادة اليمن واليمنيين في معركة استعادة الدولة وطي صفحة الانقلاب الذي أورد اليمن إلى المهالك ودمر وألحق بمؤسسات الدولة الخراب والدمار. علينا أن نتكاتف معا كي ننجز وعدنا ومعركتنا وننتصر على هذا الانقلاب وعلى من يحاول أن يمنح الانقلاب فرصة للعيش أكثر من خلال الفساد، من خلال الممارسات السيئة التي تحاول تشويه وتعزيز الفوضى في المناطق المحررة. شكرا لمحافظ محافظة عدن الأستاذ عبد العزيز المفلي، ونتمنى له التوفيق والسداد، ونتمنى من الحكومة الشرعية أن تمنحه كافة أسس وأدوات الدعم والمساندة وأيضا التحالف العربي حتى ينجز قصة عدن كقصة مشرقة لكل اليمنيين. شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم، مع فائق تقديري لكم وتقديرنا لمحافظ عدن الأستاذ عبد العزيز المفلحي، في أمان الله.